السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. هنكمل مع خطوات الشفاء وإزاي نقي أنفسنا من أمراض كتيرة قوي، ومادة مهمة جدا موجودة في العائلة الصليبية اللي هي السارفوروفين، إزاي أحصل عليها في البلد اللي أنا فيها من غير ما أستعمل براعم البروكلي. هي موجودة قوي بكميات كبيرة في براعم البروكلي. أول حاجة، مادة السلفوروفين دي من المواد المهمة جدا للوقاية من السرطان، وتدخل وتساعد في العلاج من السرطان. السكري النوع الثاني بيجيب نتائج حلوة قوي. الولاد اللي عندهم توحد، اللي عندهم أوتيزم، الولاد والشباب كتير بتساعدهم في ان هم الاعراض السيفير تقل عندهم كتير قوي بشكل ملحوظ، يعني بعد شهر مثلا لو اخذت اللي هو الكبسولات لان فيها الماده الفعاله قويه، لكن لو كانت داخله في نظام اكلي اليومي ممكن تساعدني على مدى مثلا مده شهور ابدا استعملها مع نظام صحي، هتلاقوا نتائج حلوه قوي لاولادكم حتى في التعلم والكلام. في ولاد عندهم مشاكل في النطق والكلام كتير، بتساعد قوي، بتساعد الدماغ وبتساعد التركيز والفوكس. الناس اللي عندها مشاكل في النسيان بتجيب نتائج رائعه، هتلاقوا من جمالها، هتشوفوا الجمال على بشرتكم وعلى جلدكم. اوكي، بتعمل ديتوكسيفاينج للكبد، ودي يمكن اهم حاجه فيها، لان اول ما الكبد بيشتغل بالكاباسيتي بتاعته 100% ولا 90%، انا تبدا كل المشاكل اللي عندي تروح. اول ما جسمي يبدا يتخلص من السموم تبدا مشاكلي كلها تروح، حتى السرطان. فهي من الحاجات المهمه قوي اللي بتعملها عمليه الديتوكسيفيكيشن، ان بتشيل التوكسينز من الكبد، ودي مهمه قوي قوي قوي. يعني مع كل طبعا اللي عنده مشاكل بياخد بقيه المكملات الخاصه بالكبد، فانا في كل حاجه ابدا من الكبد، وكل حاجه بتساعد الكبد هي مفيده قوي. ومعظم الاوراق الخضراء اللي فيها مراره هتلاقوها بتساعد الكبد. العائله الصليبيه رائعه في كل ده، بس على يعني احسنهم اللي هو البروكلي المنبت، اللي هي بذور البروكلي المنبته. نفس الكلام هو موجود في البروكلي بس بنسبه اقل، بس هنشوف بقى ايه البذور اللي في بلادنا العربيه اللي بتجيب نتيجه حلوه. اولا زرع البروكلي في الدول العربيه هيبقى صعب قوي، حتى لو تحصلتوا على البذور الاورجانيك الحلوه الغير معدله اللي ممكن تتزرع ومش يعني ما حصلهاش، ما عدتش على اشعاع ولا حاجه عشان ينظفوها وينقوها. يعني لو جبتوا البذور الحلوه دي كمان مش كتير هتطلع معاكم النتائج كويسه، لانها بتحتاج مناخ معين عشان تطلع، وفي اوقات معينه من السنه مش اي وقت. فهنحكي بقى ازاي اقدر استفيد الماكسيمم ماده السلفوروفين في الاكل بتاعي العادي ومن البذور الموجوده في بلادنا. اول بذور اللي هي اللي فيها نسبه عاليه جدا ولما هزرعها تديني اولموس زي البروكلي هي بذور حب الرشاد. دي رائعه موجوده في كل البلاد العربيه، بتتزرع بسهوله جدا. ان شاء الله المره الجايه هنحاول نزرعها. جهزوا لي برطمانات ازاز وهنزرع كل الحاجات الحلوه. عاده كل البذور اللي انا بنبتها بتديني نتائج رائعه في الصحه، بس ما توقعش ان انا عندي مشاكل في الكبد، او انا عندي كوليسترول عالي وعندي ضغط عالي وعندي ارهاق على طول وتعب على طول، ان انا لما هاكلها مره او مرتين هتجيب نتيجه. لازم ده يكون سيستم في حياتي عشان اشوف التغيير في كل حاجه. بتدي يعني نتائج حلوه في معظم الامراض. من الحاجات الرائعه لازم تكون في بيتنا على طبق اطباقنا، يعني على المائده بتاعتنا. ازاي بقى استفيد منها للماكسيمم؟ اول حاجه هزرع البذور اللي عندي، كل انواع البذور بتجيب نتيجه حلوه قوي، وعلى راسها بذور حب الرشاد وبذور المسترده. اوكي، يبقى انا ممكن ازرع حب الرشاد، ممكن احطه في ميه 24 ساعه واخد منه حاجه بسيطه اكلها، احطها على السلطه بتاعتي وبتاعت الولاد، يبقى انا كده اخدت الماده الفعاله مع الاكل بتاعي، هتجيب نتيجه حلوه جدا. نفس الكلام ينطبق على بذور المستردة. لو انا عملت منها البيست بتاعت المستردة اللي احنا جهزناها قبل كده، هحط لكم الفيديو ان شاء الله، او ان انا المستردة برضو ببيتها في ميه 24 ساعة وبرمي الميه وبستعملها على الاكل بتاعي اي نيدت، عشان هي فيها الانزيمات اللي هتساعدني على الاكل المطبوخ اللي فيه ماده السلفوروفين. يعني انا لو طبخت البروكلي احاول اطبخه على اغلي الميه، اوكي، واوطي الميه، اوطي الحراره، اندن بحطه دقيقه جوه الميه كده غلوه بسيطه واطلعه. This is the best way اكله فيها. اوكي، ان كيس ان انا محتاجه فيه انزيم فيه عشان يحولها لي لماده السلفوروفين الجسم يستفيد منها. ان كيس ان الانزيم ده اتكسر، يعني انا الطبخ بتاعي مش مظبوط 100%، فانا كل اللي هعمله ان انا هزود بقى الفجل بتاعي، عندي الانزيم موجود فيه، الجرجير عندي الانزيم موجود فيه، الووتر كريس اللي هي حب الرشاد الورق الاخضر بتاعه بيتباع هنا في امريكا ايفري وير، وهتلاقوه في الدول العربيه في بلاد معينه بيطلع لوحده، اللي هو
زرعت حب الرشاد رائعه، احطها في طبق السلطه هتظبط لي كل حاجه وهتزود لي كميه السلفوروفين اللي موجوده عندي في اكلي. اوكي، ده اللي مش هيجيب مكملات. انا عن نفسي ما بجيبش مكملات، يعني بحاول تكون كل حاجه من الاكل الطبيعي. يبقى ده البروكلي. نفس الكلام على الكرنب. لو خدت الكرنب وطبخته طبخ خفيف، انا عملت لكم حلقه على سلطه الكرنب، طعمها رائع، من اروع السلطات اللي ممكن تاكلوها، وفيها ماده السلفوروفين عاليه قوي، لاني حطيت كرنب، ممكن احط معاه بروكلي، ممكن احط معاه ارنبيت وجزر، كل الحاجات دي ارش بقى عليها في الاخر. انا عملت لها كده دريسنج اتحط عليها، انتوا ممكن تزودوا كمان عليه المستردة. رائع، هتاخدوا كل اللي انتوا محتاجينه. الحاجات دي قاتله لخلايا السرطان، بتظبط لنا الجسم بتاعنا في كل على كل المستويات، على مستوى الخليه اللي عندهم سكر هتجيب نتائج حلوه قوي معاهم لو اخدوها على مده طويله قوي. فابداوا، انا عندي دلوقتي حبوب حب الرشاد هنجهزها نزرعها المره الجايه مع بعض ان شاء الله. حبوب المستردة روحوا اشتروها، دي مهمه قوي. مش باخد الحاجات دي يوميه، الاكل يومي قليل من المستردة عليه بيجيب نتيجه حلوه قوي، قليل من حب الرشاد عليه بيجيب نتيجه حلوه جدا وتخليني استفيد من الماده الفعاله اللي فيه. اللي بقى عندهم اولاد صغيرين وعندهم مشاكل التوحد بيسالوا الدكتور على الجرعه، لان هو موجوده دلوقتي في موجوده على امازون السلفوروفين ونتائجها حلوه جدا. اسالوا الدكتور قبل ما تديها لاولادكم، بتجيب نتائج على مده شهر شهرين، بتحسوا بتحسن في الكلام، في البيهيفير بتاعهم، في تصرفاتهم بتكون احسن. فدي من الحاجات الحلوه قوي. دخلوا عدلوا نظام اكلهم ودخلوا كل العائله الصليبيه دي في اكلكم. اللي عنده بقى مشكله الغده، العائله الصليبيه ممكن ياخدها المطبوخه ستيمد اللي احنا حكينا عليها دي، طبخ خفيف قوي، وياخدها مثلا لمده يعني مره في الاسبوع، مش هتاثر على الغده وفي نفس الوقت ممكن استفيد منها. اوكي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.